مميزه الى فقره دقيقه يا شباب. اليوم معنا معلومه مفيده جدا مع وجدان محمد، خلونا نتابع. كثير مننا بيشتري البهارات من السوق المطحونة الجاهزة، وبنستغرب انه من خلال تجربتنا او انه نسوي وصفة او طبخة في البهارات بيكون نكهتها ومذاقها خفيف جدا، مع اننا حطينا الكمية المناسبة. ايش السبب؟ السبب انه افضل نشتري بهارات حبوب احنا نطحنها في البيت بكميات حسب احتياجنا، عشان يكون كل مرة نسويها تكون طعمها ونكهتها قوي. طيب كيف نقدر نحفظها بحيث انها ما تفقد نكهتها القوية؟ نحفظها في الثلاجة او في الفريزر عشان تكون النكهة قوية زي كأنها فريش. الشيء الثالث اللي مرة مهم، مرات بنسوي طبخة بنزود كمية البهارات فيها، طيب ما حنعرف ايش نسوي لما نزيد كمية البهارات. اول شيء حط فوق الطبخة شوية زبادي، لما نحط الزبادي حيمتص كل حدة البهارات، بالتالي كده الطبخة حتكون بيرفكت وبالعافية على قلوبكم. ولسه الجاي أكبر طقم يوفنتوس لأول مرة بحروف عربية والخطاط سعودي بعد الفاصل.